يدخل للدولة المصرية في ظرف شهرين 35 مليار دولار، واعتقد هذا هو الرقم الأضخم كاستثمارات أجنبية مباشرة تدخل في أي وقت وفي أي سنة وفي أي تاريخ للدولة المصرية. لا تزال أصداء صفقة رأس الحكمة التي وقعتها الإمارات مع مصر تتصدر المشهد الاقتصادي الإقليمي كأكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ الاقتصاد المصري بقيمة 35 مليار دولار. هي صفقة تستحق أن توصف بأم الصفقات، فهي جريئة ومؤثرة وغيرت موازين الاقتصاد المصري، كما أنها فرصة ثمينة للإمارات، فهي توصف بجوهرة التاج في استثماراتها الخارجية، وبدأت عملاقة رغم التحديات الاقتصادية التي تواجه دول العالم. يدخل للدولة المصرية في ظرف شهرين 35 مليار دولار. بخلاف هذه الأموال، الجانب الإماراتي هيستثمر طوال مدة المشروع ما لا يقل عن 150 مليار دولار. بهذه الصفقة أصبحت الإمارات شريكة تجارية والاستثمارية الأكبر لمصر عربياً. تاريخياً بلغ إجمالي قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات ومصر خلال 22 عاماً الماضية في الفترة من عام 2000 حتى عام 2022 ما قيمته 67.5 مليار دولار. بعد توقيع صفقة رأس الحكمة أصبحت الإمارات في المرتبة الأولى بين الدول التي تستثمر في مصر، وبلغت الاستثمارات الإماراتية في مصر حوالي 65 مليار دولار. لكن رأس الحكمة ليست الاستثمار الوحيد للإمارات في مصر. يوجد في السوق المصري نحو 2000 شركة إماراتية تعمل في مختلف القطاعات مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعقارات والنفط والغاز والزراعة والموانئ وتجارة التجزئة والطاقة المتجددة والنقل والتخزين والخدمات اللوجستية وقطاع البنوك والترفيه والسياحة والفنادق والضيافة والخدمات الطبية وغيرها. تأتي القابضة ADQ كأحد أكبر الكيانات التي تستثمر في مصر، فصفقة رأس الحكمة وحدها تمثل نحو 17.5% من الأصول التي تديرها الشركة. وقبل تلك الصفقة دخلت القابضة ADQ السوق المصرية بمحفظة استثمارية بلغت 20 مليار دولار لتشتري حصصا في 5 شركات مقيدة ببورصة مصر، هي البنك التجاري الدولي وشركة فوري والإسكندرية لتداول الحاويات وموبكو للأسمدة وأبو قير للأسمدة. استثمرت القابضة ADQ أيضا في قطاع الفنادق ودخلت شريكة في 7 فنادق تجاوزت 800 مليون دولار، كما اشترت أيضا حصصا في 3 شركات مصرية بقيمة 800 مليون دولار. واستثمرت القابضة ADQ في العقارات بشراء شركة التطوير العقاري الرائدة سوديك إلى جانب شركة الدار العقارية. وفي قطاع الأدوية اشترت شركة آمون فارما. في تعاون كبير قوي تم على برامج الخصخصة بالأخص مع صندوق أبو ظبي التنمية ADQ، والتوسعات اللي احنا بنقولها حاليا برضو على مستوى بقى المواني وعلى مستوى الشركات، فعندنا تعاون كبير الحمد لله. هناك شركات إماراتية أخرى بارزة تعمل في مصر مثل إعمار، وهي حاليا من أكبر شركات التطوير العقاري العاملة في البلاد، وتتجاوز قيمة أصولها على مستوى العالم 37 مليار دولار. استثماراتنا كلها وصلت إلى قرابة 10 مليار دولار في مصر، سواء كان في القطاع السياحي أو العقاري بصفة عامة، ولا زال الاستثمار مستمر ما شاء الله. وهناك مجموعة ماجد الفطيم التي تدير سلسلة متاجر في مصر يقدر عددها ب70 متجرا. مصر سوق مهم جدا بالنسبة لماجد الفطيم، سوق استثمرنا فيه أكثر من 2.5 مليار دولار، حققت يمكن أكثر من 144 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. أما شركة الظاهرة الإماراتية التي تعتبر من الشركات الرائدة في زراعة وإنتاج وتوريد الأعلاف الحيوانية والمحاصيل الغذائية على مستوى العالم، فتمتلك 3 مشروعات كبرى في مصر في شرق العوينات والصلحية وتشكى. وهناك أيضا شركة الاتصالات الإماراتية التي تتجاوز استثماراتها في مصر 70 مليار جنيه.
استثماراتنا حتى الآن تخطت 70 مليار جنيه، وبإذن الله العام القادم رصدين أكثر من 6 مليار جنيه للاستثمار في تطوير الشبكة. قطاعات حيوية تستثمر بها الشركات الإماراتية في مصر تعزز من مصادر العملة الصعبة للبلاد وتخلق ملايين الوظائف وتنقل للسوق المصرية خبرات متطورة من شركات لها استثمارات في مختلف دول العالم. العلاقات المصرية الإماراتية التي تمثل نموذجا مثالي للعلاقات الطيبة القوية التي تجمع دولتين وشعبين شقيقين.